حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق بين تفشي الفساد وانعدام حقوق الإنسان. 20 سنة والعراق يعيش في دوامة من المشاكل والأزمات، كان الفساد هو أبرز ملامحها. الفساد اللي نما وكبر بفضل رعاية أحزاب بغداد وحكوماتها. هذه الأحزاب اللي ارتدت الزي الديني ورفعت شعارات الحق والفضيلة وحاولت توصل للناس فكرة أنها الطرف الشريف المقدس صاحب اليد البيضاء. 20 سنة والعراق يخسر كل يوم ملايين الدولارات، حتى وصل الأمر أن خسر العراق بسبب الفساد أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي. والمصيبة أنه كل مسؤول يطلع على الشاشة يقول إحنا السبب فيما حدث للبلد، وكلنا فاسدين وكلنا نتحمل اللي صار بالعراق، ولما تيجي تحاسبه يلقي الكرة في ملعب الآخر ويقول أنا استلمت المنصب وتركت الفساد كانت كبيرة، والمسؤول اللي قبلي يتحمل المسؤولية. صفقات فساد وعقود وهمية ومشاريع فاشلة وسرقات مباشرة للمال العام كانت من الوسائل اللي ضاعت بيها أموال العراقيين وتحولت إلى استثمارات ومشاريع خارج العراق واندمجت باقتصادات دول ثانية، وصار من الصعب أنها ترجع مرة ثانية إلى العراق. كل هذا والمسؤول في العراق يقول أنا عايش بالإيجار وأتبرع كل شهر براتبي للفقراء. اليوم الفساد في العراق صار أسلوب حياة مشاهدينا الكرام، وصار المواطن الشريف محارب في وظيفته، وانقلبت موازين الحق والعدل في بلد تحكمه أحزاب تقول أنها إسلامية. أما بالنسبة لحقوق الإنسان فحدث ولا حرج، ويكفي أن تعرف عزيزي المشاهد أن العراق بأكثر من 100 ميليشيا بحسب اعتراف حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، وهالميليشيات وظيفتها الثانية هي قتل واعتقال وتخويف كل من يعارض اللي يصير بالعراق، لأن وظيفتها الأولى هي السرقة والنهب. اليوم نتحدث مشاهدينا عن الفساد وانعدام حقوق الإنسان، ونسأل ليش العراق من أكثر الدول فسادا بالعالم، وليش ماكو حساب للفاسدين، وليش يوصفون القضاء هذول الفاسدين يوصفون القضاء العراقي بالشامخ رغم أنه مصنف قضاء فاسد على مستوى العالم. وإذا كان كل اللي بالحكم هم شرفاء، لعد منه اللي دي يسرق ومنه اللي دي ينهب بالبلد؟ وهل تعتقدون أنه أكو حقوق إنسان في العراق؟ هاي الأسئلة وغيرها ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام للإجابة عليها من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال إرسال رسائلكم النصية عن طريق الرقم المخصص للواتساب. خلونا نشوف التقرير الإنفوغرافيك الآتي اللي يتكلم عن الفساد الموجود في العراق بالأرقام، نشوف بعض المصائب اللي يشهدها العراق من 20 سنة إلى الآن ونرجع. Thank you.
اللي شفتوه مشاهدينا الكرام هو عينة بسيطة من الفساد الموجود في العراق. الأرقام اللي طلعت في تقرير الانفوجرافيك اللي شفتوه يوجز شيء بسيط عن اللي دي يصير بالعراق. المشاريع الفساد، النقاط الحدودية، المنافذ والموانئ وغيرها، والمراكز الحدودية، والأموال اللي تأخذها الميليشيات أو الجهات اللي تسيطر على المنافذ الحدودية في العراق، أيضا مليارات الدولارات بحسب الحكومة، بحسب علي علاوي وزير المالية السابق، أكثر من ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنويا هو المبالغ اللي محصلة أو اللي تحصل من المنافذ الحدودية في العراق. طبعا تروح إلى جيوب الفاسدين، أرقام مليارية. طبعا احنا ما نتكلم بالعراق عن ملايين الدولارات، هاي تعتبر مثل ما يسموها أو يطلقون عليها العراقيين بالمحلي خردة، يعني صفقة القرن اللي سووا عليها ضجة، اللي هي مليارين ونصف دولار، صراحة مسرحية أو مهزلة أنه توصف بأنها سرقة القرن. سرقة القرن من أي ناحية؟ العراق بحسب ما شفته عادل عبد المهدي قال من 2003 إلى 2015 450 مليار دولار تبخرت من العراق، وهي طبعا مع المجاملة. الأرقام الحقيقية لحجم الأموال المنهوبة غير معروف لغاية الآن، لا توجد أرقام دقيقة عن الأموال اللي تبخرت من العراق بفضل الفساد والحكومات الفاسدة والأحزاب الفاسدة اللي اجت وحكمت من 20 سنة إلى الآن. لا توجد إحصائية دقيقة، لأنه الأموال منتشرة ما بين صفقات وعقود وغيرها، وحصرها يحتاج وقت، وحصرها يحتاج جهد وطني حقيقي. إلى الآن لا توجد لا مبادرات حكومية جادة من كل الحكومات اللي اجتي وتحدثت عن مساعيها في محاربة الفساد. إلى الآن مثل ما سمعتوا مظهر محمد صالح وغيره يقول ماكو نية جادة وحقيقية من الحكومات اللي اجتي بعد 2003 في سبيل مكافحة الفساد ومحاربته والقضاء عليه وفق آلية وخطة صارمة وتنفذ بالشكل الصحيح. كلها مجرد وعود وتصريحات. محمد الشيع السوداني هو آخر نموذج، وربما حيجي وراء أيضا اللي يكمل على نفس النهج يقول احنا عندنا مبادرات واستراتيجية لمكافحة الفساد. وبالوقت اللي تتهم الأحزاب وزعماء هذه الأحزاب بسرقة المال العام، نشوف محمد الشيع السوداني خرج من رحم هاي الأحزاب، يجلس مع قياداتها، يحط إيده بيدهم ويصفهم بالزعماء. طيب إذا كانت هناك نية صادقة لدى هاي الحكومة، لماذا لا يبدأ بالرؤوس الكبيرة؟ خلونا نشوف مشاهدينا الكرام رأي الشارع العراقي شي يقول. نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن رأيهم فيما يحدث في العراق من فيما يتعلق بالفساد. شو تشوفون الوضع بالعراق؟ ليش الفساد عندنا استفحل بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ من يتحمل المسؤولية؟ وشلون ممكن نعالج هذه الآفة اللي تنخر جسد المؤسسات العراقية وأصبحت مثل ما قلنا أصبحت الآن أسلوب حياة؟ الفساد اليوم، الرشوة، المحسوبية، أخذ الأموال من الآخرين، هذه صارت سمة سائدة في العراق مثل ما قالت جينين هينس بلاس خارت. خلونا نشوف رأي بعض المواطنين ونرجع. يعني طبعا احنا عندما نتحدث عن الفساد علينا ان نعرف بان مفهوم مكافحة الفساد يجب ان يكون مفهوما تضامنيا، لا ان يقوم احد بمكافحة الفساد والاخر يقوم بمصافحة الفساد. بالتالي عندما نريد ان نعمل بكل جهدنا لإزالة الفساد او على الاقل لتقليل من منافذ الفساد، علينا أن نوطن المواطن على أنه الفساد هو تدمير للبلاد، حتى لا يكون هو جزء وأداة من هذه الأدوات إذا كانت أدوات صغيرة أو كبيرة. وأما الأدوات الكبيرة التي نتحدث عنها هي تتمثل بدخول الشخصية السياسية على منافذ الفساد، أو هو الذي أول من كان يؤسس لمفهوم الفساد، ثم بعد ذلك قوننة الفساد وإعطاء المشروعية للفساد، وهذه طبعا تعتبر طامة كبرى كان الأجدر مكافحته. اليوم عندما نشاهد أن أكو عمليات مكافحة الفساد من قبل الحكومة الحالية
مع ذلك فالمكافحة هي ليست بالمستوى المطلوب، لا نقول بأن هناك تهاون حكومي في هذا الصدد، ولكن هناك ضاغط حزبي أو ضاغط من قبل الأحزاب المتنفذة أو بعض الأحزاب التي تمتلك الدولة العميقة هي التي تحاول منع يعني العمل الفساد بشكل كبير، تسمح لنسبة معينة ولكن لا تسمح بإزالة الفساد بشكل كامل، بعنوان أنه يعني الفائدة السياسية عندهم تقتضي الإبقاء على بعض منافذ الفساد لحماية أنفسهم مستقبلا. طبيعة الحال هنالك مؤسستين فاعلتين بمكافحة الفساد في الدولة العراقية، أولا المؤسسة التشريعية الرقابية باعتبار هي المسؤول الأول عن هذه القضية كدور رقابي تشريعي قادر على متابعة واتخاذ أيضا الإجراءات اللازمة باتجاه الفاسدين والمفسدين، وهي أيضا القادرة على تشريع القوانين الخاصة للمكافحة ومتابعة تطبيق هذه التشريعات التي تعمل لمكافحة الفساد من خلال متابعتها للحكومة العراقية. بطبيعة الحال نحن نعلم أن الفساد أين يكمن؟ الفساد يكمن بالجهات التنفيذية، وإذ ما كان هنالك فسادا ولا توجد مراقبة أنا أعتقد التقصير يرجع أيضا إلى مجلس النواب العراقي. لكن كمؤسسات حكومية هل كانت جادة بمتابعة الفساد والمفسدين ومحاسبة الفساد والمفسدين بهذا الموضوع؟ أنا أعتقد الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة العراقية لم ترتقي للمستوى المطلوب لمكافحة الفساد والمفسدين، باعتبار لحتى هذه اللحظة لم نشهد هنالك اتهامات لرؤوس كبيرة في هذه القضية. كان يكتفي لربما مدير عام أو وكيل وزير في هذه القضية، لم نشهد لم تكن يعني بحجم الفساد الاتهامات لبعض الوزارات أو لبعض الشخصيات السياسية تحديدا التي ترعى والتي تدعم الشخصيات التنفيذية التي لربما هي القاعدة وهي الأداة لتنفيذ الفساد لخدمة هذه القوى السياسية. إذن نحن نحتاج مكافحة الفساد، نحتاج إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يجب أن يكون العمل النيابي والتشريعي بمستوى الحدث، وكذلك أيضا أن يكون هنالك تعاونا من قبل الحكومات العراقية، إذ ما كانت الحالية أو اللاحقة باعتبار السابق قد انتهى. إذن يجب أن يكون أيضا مراجعة لجميع القرارات ولجميع المواقف التي قام بها جميع التنفيذيين في الحكومات السابقة. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدين الكرام لإبداء الرأي بشأن موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. طبعا حنتكلم الآن بالجزء المتعلق بالفساد، وإن شاء الله خلال الحلقة ننتقل إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. خلونا نسمع رأي السيد أبو يوسف من كركوك. تفضل يا أبو يوسف، حياك الله. السلام عليكم. حياك الله أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ. الفساد تبدي منين؟ من وزارة التجارة. نعم، ليش من وزارة التجارة؟ التجارة أكثر بالضبط. وزارة التجارة لما تجيك المواد للمواطن البسيط ينطون دبة زيت، نعم، أو كيلو شكر أو تمن. التمن هو وزارة التجارة من مصر تيجي مثلا، خلينا نقول من صفوان من أو من أي آخر تيجي، كل وزارة التجارة يغيرها بينما تيجي المواطن. هذا أول شيء. ثاني وزارة الصحة، وزارة الصحة كيف تبدي فساد بها في الدواء في الدواء اللي يخصصون المواطن، الدواء الذي تجي يغيرونه يعني الشركات يغيره يبيعونه في الأسواق السوداء في المداخل في على حساب المواطن. ليش ماكو سيطرة من الحكومة على أداء الوزارات؟ والسؤال الأهم أنه الاختيارات الوزراء اللي دتتم عن طريق رئيس الحكومة، إذا معناها رئيس الحكومة هو المسؤول عن إخفاقات أو الفشل أو الفساد الموجود داخل الوزارات اللي هو أو الوزارات اللي هو اختار وزرائها. لا شفنا وزيرة حاسب، لا شفنا رئيس حكومة حاسب، من اللي راح يتحاسب إذن؟ أستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعاتي. الراعي إذا هو فاسد، هو الراعي مع احتراماتي لك، هو إذا فاسد، الوزير فاسد، كيف الموظف أو الموظف البسيط ما يبدأ الفساد؟ فإذا يبدأ الفساد من وزير، وإذا أدنى درجات إلى أبسط موظف
فاذا من يبدا الفساد هو من وزراء، فيقولون تعالوا انتخبوا، انتخابات كلها يعني فاشله، يعني المنتخب المرشح يقول لك تعال رشحني كذا كذا، خاصه الرعايه الاجتماعيه، انا ابنائي مقدمين على الرعايه الاجتماعيه، يقول لك تعال انتخبني، بس انتخبك في صوت بشرط ان اسوي لك راتب، هو كاذب في الحقيقة، لأنه هو تتوقع برأيك سيد أبو يوسف أكو جهة اليوم موجودة في العراق قادرة على مكافحة الفساد بشكل صحيح؟ لا أستاذ لا. أشكرك أبو يوسف، شكرا جزيلا، كنت معنا من كركوك. خلونا نسمع رأي السيد أبو أحمد من الأنبار، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أستاذ عزيز. بالنسبة للموضوع الحلقة اليوم موضوع الفساد طبعا. نعم. طبعا هو الفساد يبدي، يعني نبدي تسلسل، هو يبدي من المواطن، الفساد يبدأ من المواطن، وراح تقول لي شلون. اللي الفساد يبدي المواطن اللي هو يقبل يعطي الرشوة، ويقبل يعطي شلون تقول المرتشين المبالغ اللي يطلبوها لأي دائرة حكومية. يبدي من المواطن إلى موظف، من الموظف لمدير الإدارة أو مدير قسم، ويصعد إلى مدير شلون تقول مدير دائرة إلى 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 وزارات تصل. هذا الفساد بدأ يسري بالعراق من بداية الاحتلال ولحد هذا اليوم. طيب أنا بس أريد أستوقفك بنقطة قبل أن نتوسع بالفكرة، وراح أخالفك بالرأي، راح أخالفك بالرأي اللي تفضلت به اللي يتعلق بأنه المواطن هو اللي يبدأ من عنده الفساد، لأنه هو اللي يساهم بتنمية هذا الفساد عن طريق أنه يدفع الرشوة ويشجع الموظفين على أخذ الرشا. هسه أنا واحد من الناس صارت عندي معاملة في دائرة الضريبة بالعراق، مدير دائرة الضريبة رفض أن يمشي معاملتي إلا بعد أن يأخذ $500 نظير تمشية المعاملة. يعني هو مو دي، يعني انا مو دي ادفع رشوه، هو دي يبتزني، هو دي يجبرني على دفع المال في سبيل انه يمشي المعامله. يعني هذا الراي يخالف اللي دي يصير اليوم بالعراق. اليوم الموظف هو صاحب السلطه، هو صاحب الكلمه العليا والقرار، معاملتك تمشي لو ظل نايمه بالدرج. من اللي يشجع الموظف الحكومي انه يكون بهذه الطريقه؟ من اللي يشجعه انه يرتشي؟ من اللي يشجع انه يجبر المواطن انه يدفع فلوس يبتز العالم؟ لا معاملتك تمشي باي دوائر الدوله، لا تمشي بالتقاعد، بالمرور، بغيرها من المؤسسات الحكوميه، اذا ما تدفع معاملتك ما تمشي. يعني مو انت ده تدفع الفلوس من باب انه انت عندك وتريد تمشي معاملتك بشكل سريع، لا، انت اصلا معاملتك قد ما تمشي اذا ما تدفع. استاذ العزيز مع احترامي لك ومع احترامي الناس الأمثالك، يعني نقول أنا ما قصدت العوام الكامل، يعني أحكي لك من ناحية، يعني أنا أعرف ناس هو موظف قدم على 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 الرعاية، أو هو مثلا ما نحتاج للرعاية الاجتماعية قدم على الرعاية وأنطى. أنا أعرف ناس أعرفهم يعني معرفة خاصة، أعطوا مبالغ لأجل يدخلون أسماءهم للرعاية الاجتماعية، زين هو محتاج، يعني هذا مثلا هذا من ينطي فلوس هذا شجع الموظف علي وعليك الناس المضطرة. يعني هاي حالات، هاي حالات شاذة. احنا نتكلم بمبدأ عام. اليوم العراق بحسب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قالت بأنه الفساد أصبح سمة سائدة في البلد. يعني اليوم أسلوب حياة، اليوم الموظف يحتاج ولا ما يحتاج، يحب يرتشي. اليوم ما تقدر تمشي معاملاتك بالدولة في مؤسسات الدولة إذا ما تدفع. اليوم ما تقدر تقضي حاجة إذا ما تدفع فلوس. اليوم الفساد هو العامل الرئيس اللي يتحكم بمفاصل الدولة العراقية باعتراف المسؤولين بالدولة. يعني مو قضية مواطن. طيب شلون ترسخت هذه الأفكار عند المواطن لولا أنه المسؤول الأكبر، المسؤول عن المؤسسة، عن الوزارة، عن الدولة، هو اللي سمح بقصد أو من دون قصد أنه ينتشر الفساد بهذا الشكل؟ نعم أستاذ العزيز لا تسمح لي، يعني أنت أبسط مثال، يعني موضوع انتخابات، انت تعرف موضوع انتخابات اللي جاي اللي ما يستحقون انه واحد يعطيهم صوت.
يعني هسه موضوع انتخابات، مو انا ايش قلت لك يعني، هي طبعا مفصل موضوع الرشا، موضوع الفساد مفصل. يعني ابسط مثال، اليوم المرشح من يفتر على كذا مناطق يعطي المواطن مبالغ لاجل شراء ذمم وبيع البطاقات الانتخابية، هذا مو من ضمن الفساد؟ يعني اني ارنت صوتي الواحد ما يستحق، يعني انا مضطر، ما مضطر مو انت، حتى يكون واقعيين يعني انت رجل عفوا، انت مضطر لاجل معاملة نعم انت غيرك، اني غير البقية. اما يجيني واحد مرشح انتخابي لاجل اعطيه صوتي وهو ما مستحقه اصلا، ما يستحق انه يرشح يصير مسؤول عني او عن كذا محافظة او عن كذا ناحية او منطقة، يعني اني اجي ابيع له بطاقتي كذا مبلغ حتى اخذ صوتي؟ طيب. لان هذا مو يعتبر بناء للفساد. صحيح اخي العزيز، اشكرك سيد ابو احمد، اشكرك شكرا جزيلا وقتي فيك بهذا القدر. نعم صحيح، اللي يشجع بقاء هؤلاء بالسلطة هو ده يشجع استمرار الفساد، اللي يريد يروح يشارك بانتخابات او بهذه الانتخابات وغيرها من الانتخابات اللي موجوده بها نفس الاحزاب، هو يساعد على استمرار الفساد وبقاء بالعراق. ونرجع ونسال انه شلون هذا الفساد نمى وكبر في زمن حكم احزاب كل شعاراتها الحق والفضيله والعداله، كل شعاراتها انه احنا الناس الزاهده، الناس البسطاء اللي ما نقبل الحرام على نفسنا. طيب انتوا اصحاب السلطه، انتوا اصحاب القوه، انتوا بيدكم الجيش والمؤسسات الامنيه وعدكم ميزانيه الدوله جوا ايدكم، وانتوا اللي تديرون الوزارات والمؤسسات الحكوميه، ليش ما قدرتوا تسيطرون على الفساد اذا انتوا شرفاء فعلا مثل ما تقولون ووطنيين وتهمكم مصلحه البلد اولا قبل كل شيء؟ ابو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بالنسبة لهذا الموضوع أيضا مثل المواضيع الأخرى اللي ملوا الناس من كثر تكرارها، مو أقصد يعني بالبرنامج لأنه ما لها حلول. هو الفساد مستشري من أول لحظة من بعد 9/4/2003 إلى الآن. المصيبة أنه كل من يجيك يرفع له شعار وكذا أو بعدين من يصير بسدة الحكم يطلع نحن ضد الفاسدين والمفسدين وهو أول وأكبر فاسد ومفسد، كلهم كذابين وكلهم دجالين. المصيبة مو بذول، المصيبة بالشعب اللي يصدقهم أو حتى إذا ما صدقهم، لأن ذول امتلكوا المال وامتلكوا السلاح وامتلكوا العقول المصطحة. برأيك أبو زينب أكو بعد داخل المجتمع العراقي بعد 20 سنة من حكم هاي الأحزاب، أكو بعد اللي يعتقد أو يؤمن بنزاهة هاي الأحزاب اللي دا تحكم؟ مو قلت لك لا، هو أساسا لأنه تسطح عقله وسواء كان هو معارض أو غير معارض، يعرف بيهم أو ما يعرف بيهم، هو مشى علي المي بعد انتهى، لان ذولا اللي اجوا وصاروا في سدة الحكم والاحزاب توسعت مالهم، يعني تشرب مثل السرطان المستفحل. يعني من الصعوبة الشفاء منه لانه امتلكوا المال وهو اهم ركيزة، وامتلكوا السلاح، صاروا يعني قوات مسلحة داخل القوات المسلحة الرسمية اللي ما لها وجود اصلا، وامتلكوا العناصر اللي مؤمنة بافكار قادتهم، يعني سواء يعرفون بهم ذولا ضلاليين وظلاميين او لا، ذولا اتبعوا يعني القضيه الماديه. هذا يجي يبيع امه وابوه، يبيع مبادئ كلها ويبيع غرائزه ويبيع كل شيء في سبيل الماده، وهو يعلم تمام العلم انه على باطل. المهم ان هو يستمر، مثل ما قلت لك يعني احد القاده اللي عندهم في سنة من السنين قال جئنا لنبقى، جئت لتبقى شنو؟ تمام، بعد شنو فرقك عن صدام السيف؟ يعني مو جئنا لنبني، مو جئنا لنعمر، لا جئنا لنبقى. لنبقى، والثاني يطلع يقول صارت بيدنا وبعد ما نطيها. تمام، بعد شنو طيب فرقك عن ماشي. هسه هم مجموعة من حثالات المجتمع مثل ما يوصفوهم العراقيين، مجموعة سراق حرامية. القضاء وين؟ فائق زيدان وجماعته وينهم؟ هاي المحاكم اللي ف
فجأة طلع قرار إقالة الحلبوسي طرده من البرلمان. طيب والقرارات هاي ليش ما تطلع بسرعة لمحاكمة نوري المالكي مثلا، لمحاكمة عادل عبد المهدي اللي ارتكب مجازر ضد العراقيين، لمحاكمة حيدر العبادي اللي بزمنه تشكلت ميليشيات ويقول اكو 100 ميليشيا موجودة وعندي قوائم بأسمائهم ما أعلنها؟ ليش متحاسبت هذه الحكومات اللي جت إبراهيم الجعفري اللي كان في بدايات الطائفية اللي بسببه وغيره سفكت دماء العراقيين؟ القضاء هذا شنو دوره؟ يقولون عليه القضاء الشامخ، ممنوع أحد يتكلم عن القضاء. طيب دوره وين؟ أولا لا عندنا قضاء شامخ ولا قضاء واطئ. هذا قضاء هو يتبع ذول الأحزاب لأن هو أساسا منبثق من عندهم. زين، فالتشون يعني يقولون إذا فسد اللحم يعالج بالملح، ولكن إذا فسد الملح بماذا يعالج؟ يعني ما كنتها هذول القضاء، كل القضاء وغيره كل شيء هذول مسيس بما تريد الأحزاب، والقانون يفصل على حساب طيب. مصالحهم. أشكرك يا أبو زينب، شكرا جزيلا، كنت معنا من النجف. خلونا نشوف رأي آخر مشاهدينا، نستمع إلى المتصلين الكرام ونحاورهم، وأيضا خلونا نشوف آراء الشارع. الشارع العراقي مهم جدا أنه نسمع شي يقول بخصوص الفاسدين. الأخوة المتصلين هم جزء من الشارع، بس خلينا نشوف صوت وصورة أيضا، هي إضافة أخرى أيضا لآراء الناس، وخلي حتى لا يقولون هاي انتقائية وذولا أنتوا تخابروهم من هالسوالف. خلينا نشوف الشارع العراقي شي يقول في داخل العراق. أن ملف الفساد هو الملف الأخطر على التجربة السياسية في العراق من بعد عام 2003 وحتى هذه اللحظة، والكثير من الأموال العراقية للأسف الشديد وقعت بين التسريب وبين النهب وبين التزوير. وعلى الرغم من تعاقب الحكومات من عام 2003 وحتى الآن والحديث عن إمكانية القضاء على الفساد، ما زالت الخطوات في هذا المجال متواضعة لحجم الأموال المنهوبة والمسروقة بأشكال مختلفة، كما نتمنى من عودة أموالنا المسروقة والمنهوبة خارج العراق إلى العراق وبطرق تراها الحكومة مناسبة وفق القوانين والأنظمة العالمية. وهذه خطوة أيضا جيدة، ونشد على كل من يحاول أن يقضي على الفساد أو يساعد الحكومة في هذا المجال. أن كل الحكومات التي تعاقبت على العراق من عام 2003 وحتى الآن هي تتحمل مسؤولية شيوع الفساد في بلدنا وتحويله حتى إلى ثقافة للأسف الشديد. فهذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، من الذي يبدأ في المحاكم؟ أولا كل الحكومات تتحمل المسؤولية، كل، لكننا لا نستطيع أن نشير بأصبعنا لهذا الشخصية ولهذا الشخصية. ملفات الفساد موجودة والأوراق موجودة، بقي جرأة الشخصية الحكومية والقضاء الفاعل الذي يستطيع أن يصل إلى مرحلة على الأقل إلقاء القبض على أكبر عدد من الفاسدين، سواء كانوا من كبار الشخصيات سياسية أو حكومية أو مواطنين عاديين. طيب نسمع رأي السيد عدنان من الديوانية، تفضل يا عدنان، حياك الله. حبيبي الله يعزك، الله يعطيك الصحة والعافية. أهلاً الله يسلمك، حياك الله عدنان. حول الموضوع، نعم، الفساد أول ما يبدي بالرئاسة، وهي رئاسة البرلمان والبرلمان. نعم، والدليل الميزانية هاي إلى أن لسه الشهر السابع أو للشهر التاسع وهي ما انعطت، ويراد لها شهرين يلا من تقر يلا توصل للمحافظ. فالمحافظ شلون يشتغل بها؟ رأس السنة يرجعها بشهر ال 11 وانتهت، والمقابل يعطون المحافظ كذا مبلغ من الميزانية. نعم، هاي وحدة. الوحدة الثانية احنا القضاء عندنا، القضاء وين المعالجة مالته؟ تشمع عد محكوم بالإرهاب وخمس مرات وست مرات محكوم بالإرهاب، ولحد هسا عزز مكرم بالسجين، وينعطى أحسن مأكول وينعطى أحسن ملبوس وما حد يوصل ليه. هاي ثانية. تمام. ثالثا الوجبة، هسا الوجبة الغذائية هاي صار لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات ينقطع شهرين.
رئيس البرلمان، رئيس الدولة، رئيس السلطة الاتحادية، وين رئيس القضاء، وين فلوسها اللي يطلع بجيب من تروح فلوس هاي التأخيرات؟ هسه أنا اللي أسولف لك، أنا لحد هسه من شهر السابع لحد هسه مستلم واجبة. نعم. ما مستلم واجبة، وهذا الشهر الصناعي شلون صارت الواجبة عند من؟ عند رئيس البرلمان، عند البرلمان، عند رئيس الوزراء. أريد أسألك، سيد عدنان، هم يقولون إحنا كلنا شرفاء ويجب محاربة الفساد ويجب أن تضرب الحكومة الفساد بيد من حديد. لعد إذا كلكم شرفاء، منو اللي ديبوق البلد؟ بس مثل يقال وحاشاكم من عدها وحاشا الشاشة، خلف لنا الدهر كلبا قلنا مات واسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا فاق بالنبح أبا. واللهم يعزكم ويعطيكم الصحه والعافيه. شكرا جزيلا سيد عدنان من الديوانيه. بس عندي ملاحظه على قضيه المعتقلات. معتقلات العراق لا بها هاي الرفاهيه اللي تفضلت بها، لا ماكل ولا ملبس. التقارير الدوليه قبل المحليه تاكد انه وضع السجون والمعتقلات في العراق كارثي. الاحكام، اغلب الاحكام اللي صدرت ضد معتقلين عراقيين هي تصدر وفق اعترافات المخبر السري، وتنتزع الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب. يعني هي أحكام باطلة، وحتى المصادقات اللي تصير من رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام أيضا هي لا تستند إلى سند حقيقي، والقضايا اللي تمت بأساس باطل فأيضا هي النتيجة حتكون باطلة عندما يصادق على حكم إعدام على شخص انتزعت الاعترافات منه بالإكراه وتحت التعذيب. فهي أيضا شغلة صراحة يعني ما نقدر نعبرها بهذه الطريقة، لأنه القضاء فاسد بحسب الأمم المتحدة قبل باقي التصريحات والاعترافات الداخلية والتأكيدات وغيرها، فاسد ومسيس طبعا. والأحكام اللي تصدر في العراق أحكام مسيسة وأحكام تؤخذ بالاعترافات، تؤخذ الاعترافات منها بالقوة ووفق وشايات مخبر سري ودون الاستناد إلى أدلة حقيقية وإثباتات، وماكو تمثيل قانوني للمعتقلين، وقضية طويلة مو موضوعنا. بس أريد أن نأكد مشاهدينا أنه الجزء الآخر من الحلقة بدأ الآن، نتكلم أيضا عن حقوق الإنسان في العراق. هل يشعر المواطن العراقي أنه يحظى بحقوقه وامتيازاته كمواطن عراقي، وتقدم له الدولة كل ما يستحق كمواطن من ناحية إمكانيته بالحصول على الحرية المطلقة بالتعبير والتعبير عن الرأي، وطبعا التعبير الحرية الفكرية بشكل عام؟ هل هناك مقومات الحياة الكريمة للمواطن العراقي عن طريق الخدمات اللي تقدم للمواطن، الرواتب، الحالة الاقتصادية، الحالة الأمنية؟ هل يشعر المواطن العراقي أنه محترم في بلده؟ هل يشعر بالأمان في بلده؟ هل يشعر بأنه مواطن حال بقية البلدان المحيطة بنا اللي يشوف بها التعليم الجيد والصحة والحياة الكريمة الموفرة للناس؟ هل هناك حقوق إنسان؟ هل هناك حريات في العراق؟ هل وفرت هاي الحكومات اللي جت بعد 2003 والأحزاب ما وعدت به المواطن العراقي من توفير بيئة سليمة آمنة صحية للناس يعيشون بها بعد أن كانوا عايشين بزمن الدكتاتور القمعي النظام البائد الله لا يعوده؟ وفروا للناس الوعود اللي وعدوا بها العراقيين في الاحتلال في بداياته وبعد الاحتلال بالسنوات الأولى؟ نسمع رأي السيد سلمان من الكوت. تفضل يا سلمان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ، شلون صحتك؟ حياك الله سلمان، أهلا وسهلا. الله يسلمك ويحفظك يا طيب. أنا عندي فد مشكلة صارت ويا، يعني شفتوها على الفساد وهاي، وأنا اتصلت بيكم. تفضل. إيه، عندي أنا ابني واحد بالثالث بالرابع ابتدائي داوم بالمدرسة، يعني بنفس المدرسة. نعم. وعندي ولد الأصغر من عدر التسجيل بالأول ابتدائي. نعم. ايه، رحت المدير قال انت هذا مو علينا، روح سجله بغير مدرسه. قلت له يابا مو اخوه الاكبر من عده عندكم يداوم. قال مشكلتك والله، روح وين ما تريد تسوي سوي. طيب. رحت اشتكيت عليه بالتربيه. نعم. ايه، رحت اشتكيت عليه
قالوا لي عم هذا تأمين قبول وروح. رجعت للمدير قال له عمي لا تأمين قبول ولا شيء، أنا كل هذا الحكي ما يشتغل عندي. رجع طردني. رجعت علي من عتر لي هم نمرت اللوخ. قال عمي هذا كتاب وتروح تسجله يعني بالقوة، خلي سجله المدير هذا مال مدرستك. رجعت النوب قال عم هم ما سجله. شو ورا ثاني يوم جاني تبليغ للبيت. اي رجعت اشتكي، لقيت المدير مشتكي علي. يقولهم هذا يتهجم علي وما ادري شلون، ما اعرف شلون متهجم علي، دعوه مال تهجم وما شنهي. وتوقفت ذبوني سجن. اي وطلعت بكفاله. نعم. اي طبيت للقاضي سولفت له قلت له يا ابا انا على مود ابن ارد اسجله سيد القاضي. وين اكو عداله؟ وين حقوق الانسان؟ وين صارت احنا بنص الاسلام عايشين، ليش يتسون بيه؟ انا يعني شنو وانا وددني مثلا خلي مثلا يقدم الشارع؟ ايش قال لك؟ ايش قال لك القاضي؟ ايش قال لك القاضي؟ قال له عم تطلع بكفاله، تطلع بكفاله وتروح تمشي علي. شو تمشي علي؟ بس لحظه 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 سلمان، سيد سلمان شو تمشي علي؟ شو تمشي علي؟ عشيره؟ ايه عشيره يريد عشائريا قاومني. هذا القاضي؟ لا المدير قاومني. لا 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 مشتكي علي وقاومني. القاضي القاضي قال لك اطلع بكفاله وروح مشي علي؟ ايه قال روح مشي علي. طيب ايه ماشي والله. ايه والله العظيم والله. نعم. رحت مشي وديت لجماعه قلت له يا ابا انا داخل من خاطره وهاي، قلت انا بعد هو بعد انا حق ما علي ضايع. نعم. شو سوى على مود الكتاب؟ جهالي وعائلتي لا يشتهون. قلت خلنا اودي له جماعه منا ومن. قال عمي يا جماعه شنو موديهم علي ذولا؟ عمار عشيره تجيب لي ودعوه رسميه كنت قاعده فصول. قلت له عمار ما عنده هذا الشيء، ظل انت والقانون. وهسه منتظر الجنح وراح نحكم يعني، والجهاله كلها راح تطيح بالشارع. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. سيد سلمان الله يكون بعونك والله يعينك على ما ابتلاك واشكرك شكرا جزيلا. للاسف الشديد تعيش ببلد اسمه العراق بزمن حكم احزاب الاطار التنسيقي والتيار الصدري وذول اللي محسوبين على السياسيين السنه وغيرهم اللي دمروا البلد، دمروا البلد وصلوه انه قاضي المفروض وظيفته عنده صلاحيه وعنده حصانه وصاحب قدره انه يصدر قرار، لكن ايش يقول له؟ يقول له روح استعين بعشيره. خلونا نشوف طبعا هاي القصه السيد عدنان السيد سلمان من الكوت بيها فساد وبيها غياب لحقوق الانسان وبيها يعني بلاوي كثيره حقيقه، بلاوي كثيره هاي القصه وهي عينه بسيطه من اللي يعيش المواطن العراقي. نشوف هذا المقطع ونرجع نكمل. اكيد يعني القفز على القانون والقفز على الدستور هو من مسببات تفاحل آفة الفساد في العراق. يعني اليوم نشوف الحكومات المتعاقبة تتحدث بعناوين كبيرة على حالة مكافحة الفساد، لكن في واقع الحال هي الفساد في انتشار وتزايد. المشكلة اليوم أصبح السياسي ثقافته، ثقافة السياسي العراق أصبحت أنه عندما قبل أن يدخل في معترك السياسي يتحدث عن أهمية مكافحة الفساد، لكنه عندما يكون تحت أي منصب يدخل في هذا المجال وتبدأ عليه ملفات الفساد وتتوسع. القضية تحتاج إلى تفعيل القوانين، يعني يفترض أن تكون هناك قوانين صارمة وحازمة وأن تكون هناك يعني إعادة تأهيل للسياسي قبل أن يدخل في المعترك، في هذا المعترك عليه خاصة من الجهات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية أيضا. الفساد آفة مدمرة أصبح العراق يعاني منها خاصة في سنوات العشرين الأخيرة. يعني من المضحك المبكي أو الكوميديا السوداء أن هذه الأحزاب لها في كل مفصل بالدولة لها لجنة اقتصادية تتقاضى أو تستلم رواتب هي أشبه بالأتاوات. هذه كارثة كبيرة. فعلى أي أساس وعلى أي قانون وعلى أي دستور وفق أي دستور سمحت هذه الأحزاب أن تتحكم بالمال العراقي، أن تتحكم بالدولة العراقية وبمفاصل الدولة العراقية؟ اليوم يجب أن تكون هناك قوانين صارمة وحازمة
كما أشرنا للتقنين وتخفيف ومكافحة آفة الفساد. بصراحة حقوق الإنسان هي كلمة فضفاضة، حتى أحيانا الدول الغربية تستخدم كلمة حقوق الإنسان ولكنها لا تراعيها في كثير من الأحيان، تطبق على جانب معين، ممكن يطبقها جلك الله على الحيوان وهو يمارس أشد أنواع اللا إنسانية والوحشية على الإنسان كما يحصل في القصف على غزة. أنا أعتقد حقوق الإنسان الآن بالعراق أيضا لا توجد لديها معايير، كانت لدينا سابقا وزارة لهذه التسمية اللي هي وزارة حقوق الإنسان، ويعني بصراحة اختزلت هذه الوزارة وبدأت هناك بعض الهيئات اللي موجودة داخل مجلس النواب وداخل بعض منظمات المجتمع المدني، ولكنها بصراحة غير فعالة. هناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، إذا كانت على مستوى حتى على مستوى السجون، مراكز الشرطة، التحقيقات، ما أحيانا تتجاوز حقوق الإنسان بشكل كبير، وأيضا حتى أحيانا للعنف الأسري، والمرأة تتعرض إلى كثير من الأمور التي تتعدى حقوق الإنسان. نتمنى أن تراعي الحكومة وأيضا تفعيل منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان ومن خلال ارتباطها بالمنظمات الدولية، حتى نؤسس لثقافة حقوق الإنسان وفق معايير الدولة المدنية والدولة المؤسساتية ضمن الحكم الرشيد. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله، شنو رأيك بوضع حقوق الإنسان بالعراق؟ شلون تقيمها؟ قدنا الاتصال ويا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، سؤال قائم يبقى مشاهدينا الكرام، شلون تشوفون وضع حقوق الإنسان بالعراق؟ هل وفرت هاي الأحزاب اللي جت بالديمقراطية والحياة الوردية، وهما محمود يقول لا دولة مثلكم وأنتم تعيشون في أزهى عصور الديمقراطية، هل توفرت معايير حقوق الإنسان العالمية في العراق؟ هل هذه الأحزاب عملت على إراحة المواطن العراقي من المعاناة اللي كان يعيش بها قبل 2003 مثل ما يقولون؟ هل وفرت له بيئة ملائمة ومناسبة للعيش الكريم؟ حياة صحية، نظام تعليمي جيد، عدالة اجتماعية، أمن وأمان موجود في الشارع وفي مؤسسات الدولة، هناك احترام. هل كانت أكو معايير حقوق الإنسان متبعة من قبل الحكومات والأحزاب اللي جت بعد 2003؟ أبو عبد الله يعاود الاتصال، تفضل أبو عبد الله أسمعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أرقى وضع بالعراق. ما زال خلاص، أنت مو تقول دكتاتورية صدام حسين دكتاتور وطاغية، هذا أرقى وضع. والإدارة تنتقل إلى المالكي أحسن شيء. أحسن شيء من سلم المناطق الغربية. يعني أنتم أتحشون حكي، أنتم تروحون تروحون ترجعون عن النظام السابق. يا عمي احكي لي على هذا الوضع حتى الحال الموجود. احكي لي على وضع حقوق الإنسان. طيب هاي نقطة حلوة، أبو عبد الله. يقولون هم، احنا طبعا ما نريد ندخل بالمقارنات لان راسا هم عندهم اقل كلمه تنحكي، ها صدامي بعثي صدام حسين. خلينا نبدا من المبدا والمفهوم اللي هم يعني اجوي وباقين الحدث يعتاشون عليه. هذاك نظام بائد دكتاتوري قمعي الله لا يعوده، تمام، عيشنا بالحديد والنار، وكان اللي يتكلم يقص لسانه. بعد 2003 توفرت معايير حقوق الإنسان السليمة؟ يعني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والحريات، أكو موجود بالعراق وضع نقول يابا إحنا بعد 2003 لا الحياة أفضل، أكو حرية تعبير عن الرأي، أكو حياة كريمة للمواطن العراقي، أكو مقومات اقتصادية وصحية وتعليمية، عندنا هاي المعايير موجودة وفرتها هاي الأحزاب الدينية؟ يا عم ايش وفرت؟ انت ترجع انقل لك عوفك صدام، خلي عوفك صدامك صدام راح انتهى، تمام، احكي لي على الوضع حتى. صحيح، حتى اللي يعتقلوه ما حد يعرف شنو التهمه مالته. نعم، يروح ينتشي، اكو ناس راحت النتر. نعم، احنا ليش نرجع على نظام صدام؟ يا اخي عوف نظام صدام هسه شيء راح انتهى ماضي. نعم، يعني انت قبل 10 سنين مثل هم بعدهم الى الان ما مقتنعين انه النظام السابق راح وانتهى، ما مقتنعين او ما يريدون يقنعون الناس انه اجتثاث البعث والمساءله والعداله ما بقت شيء لنظام صدام ولحزب البعث بالعراق، مع هذا بعدهم عايشين عليه. تبي المساءله والعداله عليه ما طبقت؟ طبقت على ناس بسيطين، على ناس فقراء،
واكو ناس من تجي تقيسه هو كان مسؤول بذاك الوقت هسه محافظ مسؤول بذاك الوقت هسه قائم مقام مسؤول بذاك الوقت هو برلماني يا عمي احنا لنظر كل شيء يعني ما بطيع صدام حبيبي انا من الذي ينعد احتياج انا حكرمي صدام حسين بالتسعين يا حبيبي الواحد من يحكي خلي يحكي حكي معقول يحكوني حكي معقول أسألك أبو عبد الله في زمن وهذا أنا حتى لو يعني وين كان أنت أنا أعرف وجهة نظرك لكن أريد نوجه هذا السؤال من خلالك إلى من يؤيد هاي الحكومة وهاي الأحزاب اليوم في زمن حكم نور المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي شيوخ المقاومة والمجاهدين تمام اللي لولا الحشد وهم العراق كان راح في خبر كان هل العراقيون او هل اليوم العراقيين عايشين في عصر الديمقراطيه الزاهي مثل ما يوصفوه هل هم دي يعيشون الحياه الكريمه هل عندهم مساكن مناسبه تعليم جيد صحه مناسبه خدمات امان اريد جواب الجواب لو باقين على نظام صدام حسين اكو صحه اكو تعليم اكو زراعه اكو صناعه من تجي تقيس معامل بس انت هذن وين راحت؟ هيك احكي لي رجع لي اياهن رجع لي الصحه رجع لي التعليم رجع لي الصناعه يعني معامل ترى معامل تعزلت ماكو ما تمشي نعم ابو عبد الله من صلاح الدين اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه الموضوع ليس موضوع مقارنه ما بين الماضي والحاضر ولا موضوع انه الكلام عن ما جرى قبل 2003 تلك حقبة انتهت بما لها وما عليها من سلبيات وإيجابيات وانتهى منها العراقيون اليوم احنا نسأل بعد 2003 ايش قدمت هذه الأحزاب إلى العراق ليش اليوم العراق في مصاف الدول المتخلفة الفاسدة الغير آمنة دول خطرة موجودة العراق واحد من الدول الخطرة المصنفة عالميا أكثر الدول فسادا لا توجد معايير لحقوق الإنسان لا توجد حريات في العراق هو هذا العراق اللي أنتوا جيتوا بعد 2003 وعدتوا به الناس هذه هي الوعود اللي وعدتوا بها العراقيين الحياة المزدهرة الحياة الآمنة اليوم ده نشوف ميليشيات وفرق موت وفقر ومجاعة وجهل وتخلف وأمية وانعدام لأبسط مقومات الحياة هو هذا العراق البلد الغني اللي وعدتوا به الناس أشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء